وكذوم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب له مثلا أصحاب القرية إذا المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شأن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا بد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا أنقذ إنا ضلال في ضلال مبين. إن آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. كل لما جميع لدينا محذرون. وآت لهم الأرض الميتة أحينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما ملأته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. وآت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا مظلم والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذرية في الفلك المشهون وخلقنا لهم مثل ما يركبون. وإن شاء نغركم فلا صريخ لهم لهم ينكذون. إلا في إلا رحمة منا متان إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصيتا ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قول من رب رحيم. وامتازوا لي أيها المجرمون لم أعد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعدو مربين. هذا سورة مستقيم ولقد أذنكم منكم جبلا قصيا فلم تكن تقينون. هذه جنام التي كنتم توعدون يسلوا بما كنتم تكفرون. لمن ختم على فوائلتك للمنعديه ما تشهدوا أرجو بما كانوا يكسبون. لو نشاء لتمسنا على عيني فسبقوا سورة أنا يبسروا. ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون. ومن أمرون نقصوا في الخلق فلا يأكلون. ومن لم نشرها من بخله إنه ليذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مثله ما يركبون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللنا لهم فمنها ركبوا ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دونه آلهة يردن الرحمن بذر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. واتخذوا من دون الله لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إننا لما يسرنا ما يلون. أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشر حظا فإذا أنتم منه توقدون. وليس الذي خلق السماوات والأرض قادرين على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ولهم يدون. والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسفار والريحان. فبأل ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأل ربكما تو رب المشرقين ورب المغرب. فبأل ربكما تو مرج البرين يتقن بينهما برزخ خلا بخان. فبأل ربكما تو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأل ربكما تكذبان.
وله الجوار المشاة في البحر كلالا فبيعلى ربكما تكذبان كل من عليها فان وبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبيعلى ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبيعلى ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبيعلى ربكما تكذبان يا مشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات فلا تنفذوا